طبعا محاضرة اليوم بإذن الله هنشرح تمرين وورد وتمرين اكسل، برضو بنحاول اجيب لكم تمرين انتوا ما خدتوهاش قبل كده او ما اشتغلتوش عليه قبل كده عشان يبقى عندكم كل اشكال التمارين. انا قبل ما اشتغل في تمرين هفتح اعمل حاجة معينة كده. هبص الاول على تمرين الوورد، نظرة عابرة كده. التمرين ده ممكن يكون هيطول معاه شويه، اي نعم ما فيش فيه كلام كتير ولكن في ادوات وفي مربعات نص وفي حاجات زي كده وفي رموز، فممكن ياخد مني وقت شويه. اشوف الاختبار جاي لي تمرين اكسل ايه، يعني تمرين الاكس اللي جاي في الاختبار هيكون ايه. اختبار اكسل، شوف تمرين الاكسل. تمرين الاكسل مش كبير، نسبة فايدة قيمة دفعة أعلى أقل دفعة، جميل برضه مش كبير. يبقى الإكسل هنا ممكن ما ياخدش مني وقت أكتر زي الوورد، ففي الحالة دي أنا أبدأ بالإكسل ما أبدأش بالوورد. في الاختبار مش بيقيدك بحاجة معينة، يعني بيديك الورقة فيها تمرين وورد وتمرين إكسل بعد ما تخلص سرعة الطباعة والكلام ده. في الطبيعي يعني في الاختبار العادي الطبيعي أنت بتخش بيديك 10 دقايق ويديك قطعة سرعة طباعة 10 دقايق او 9 دقايق، فانت خليك في الامان. يعني ايه ده؟ عشان كده دايما بنقول لكم خليكم في الامان وخلي سرعتكم دايما تبقى عاليه. فساعات المراقب بيديك 10 دقايق، ساعات بيديك 11 دقيقه، ساعات 9 دقايق، انت ومزاجك يعني حسب مزاجه في اليوم ده. فاحنا يعني ايه بنخلينا في الامان ونحاول نجيب اعلى نسبه. وبعد كده بيديك بيقفل الشاشه عندك، الاختبار بيقفل عندك الشاشه خالص عشان ما تقدرش تعدل، ويقول لك ايه اطبع او احفظ الملف بتاع صورة الطباعه بتاعتك، او ساعات يقول لك لو عندك اخطاء صححها، يقول لك كده لو عندك اخطاء صححها، اللي هو عندك خطأ زي كده مثلا تعمل كليك يمين وتصحيح مثلا، يعني حاجات زي كده مثلا. ساعات بيعمل كده وساعات لا، عمل حاجه كويسه ما عملش برضو حاول ما يبقاش عندك اخطاء كتير، بس في اغلب الاحوال بيقولوا دايما معاك 20 ثانيه تصحح الاخطاء، دي حاجة كويسة يعني عشان تنجز معانا وقت. وبعد كده بيسلمك ورقة فيها الاختبار، بقى بيكون فيه تمرين وورد وتمرين اكسل، تبدأ بأني مش هتفرق. فأنا وليكن هنا الوورد عندي مش كبير ومش صعب برضه، بس هياخد مني وقت في الرموز والأشكال وكده. فأنا هفتح الاكسل بحيث إن أنا أعمله الأول، وأنا بقصد مرة أعمل الاكسل الأول مرة أعمل الوورد الأول حسب الحاجة السهلة بالنسبة لي أو الأسهل ليا بعملها في البداية. ادي هنا عندنا الاي واحد بس. شوف انا كنت ممكن اخطا، كنت ممكن ابدا اشتغله كده واكتب نوع الكمبيوتر خطا. اول حاجه عندنا هنا قائمه اسعار الاجهزه، نوع الكمبيوتر، سعر الفوري، سعر التقسيط، نسبة الفائدة، قيمة الدفعة. يسار 3750، 4200. اوعى تكتب رسين دي، اوعى تعمل كده خطأ. لا هو عاملها كده، دي عملة، يبقى أنا بغير نوع الخلية إلى عملة. هنقولها الحين فين إيه دي؟ سوني. 4200، 6120، 3500، 5100، 5175. أنا كتبت النص كده، هنا أعلى دفعة وأقل دفعة. أنا خلصت كده كتابة للتمرين، أعمل بقى التنسيق أهو، أحدد الجدول اللي أنا عامله كله
بقول له هنا ايه، اكبر بس عشان نشوفه الشاشة، عندي مشكلة بس في الشاشة ولا مش شايف كويس فين. كده ظهرت ماشي، اجي هنا واقول له كيف فتح الحدود، وهو عامل الجدول خط عادي خط عادي، خط مزدوج ده طيب. نيجي هنا على قائمة الأسعار وأعمل لها دمج وتوسيط، أعلى دفعة دمج وتوسيط، أقل دفعة دمج وتوسيط. التظليل بقى الخلية دي مظللة، أجي هنا على الدلو ده وأعمل إيه، رمادي، ودول نفس الكلام. بس أنا كده خلاص تنسيق، أبدأ التمرين عادي مش مشاكل، ممكن تعمل الكلام ده في الآخر عادي مش هيفرق معاك، اللي هو الألوان يعني والحدود وكده، لكن الدمج ده هيفرق معانا، عشان كده أنا عملته في البداية. هو انا بقول لك قوم تصميم الجدول السابق بنفس التنسيق من حدود الدمج والتصليل. انا بقى ان الخلايا تحتوي على ارقام بكل من السعر الفوري وسعر التوسيط قيمه الدفعه من نوع عمله اهو قسط. بيقول لك ايه السعر الفوري، السعر الفوري وسعر التقسيط اللي هما الاثنين دول، وقيمه الدفعه اللي هي الاخيره دي عملة. يبقى اجي هنا اختار ايه، عملة، وده كمان هو عايزه عملة تمام، مش عايز ده في الوسط. طيب شوف الكلام مكتوب ما بين السطور هنا ممكن ما يحسوش، نسبة الفائدة من نوع نسبة مئوية، يعني ده كمان عايزه نسبة مئوية، ممكن تعمله في البداية ممكن تعمله في النهاية عادي يعني، بس هنشوف هيفرق معانا ولا لا. طيب. اول شيء بيقول لك ايه بقى، نسبة الفائدة اللي هي دي تساوي، افتح قوس، افتح قوس زي ما هو عامل تعمل، خلي بالك سعر بالتقسيط اللي هي مين، سعر بالتقسيط اللي هو بي 3 مش بي 2 لا بي 3 ناقص سعر الفوري، لا سوري هي سي 3 ناقص السعر الفوري اللي هو بي 3، اقفل القوس على السعر الفوري، فين السعر الفوري اللي هو بي 3، خلي بالك هنا بي 3 مش بي 2، احنا هنا بنقف على بي 3 مش بي 2، بي 2 مش هيلاقي فيها حاجه، هيلاقي فيها نص، يبقى ده اسمه ايه، نسبه الفايده. العلامه في المية اشتغلت اهي، بسحب على اللي في الاسفل حتى من غير ما اكتب النص، وعملت دي عمله هيظهر لي النص عمله عادي، القيمة يعني. قيمة الدفعة اللي هي دي هتساوي سعر بالتقسيط اللي هو ده اللي هو سي 3 على 3، واسحب للأسفل. طيب يا أستاذ ده هنا مكتوب جنيه مصري، لا دي بقى غلط هنا، لا عادي باجي هنا عادي بقى ممكن، بس انت في اختبار دايما هتلاقي يعني ريال سعودي يعني، عشان الجهاز بتاعي بس مكتوب البلد مصري، انت بتختار عملة عادي، لكن هنا في حاجة اسمها ايه، تنسيق الرقم ده، جنيه، ريال، دولار، يورو، ين او اليوان، يعني كده الحاجات دي كلها ريال سعودي. ونفس الكلام هنا خليها اضع العملة دي وخليها ريال سعودي. طيب اعلى دفعة هنا يبقى ايه، اعلى اللي هي ايه، حد اقصى، بنيجي على الجمع التلقائي واختار حد اقصى الدفعة اللي هي ايه، اللي هي إيه؟ اللي هي الخلية الاولى والتانية الاولى والتانية والتالتة، بس ثلاث عناصر بس. طيب اقل دفعة حد ادنى نفس الكلام، يبقى اعلى قسط هيتدفع هو كام، 2000 ريال، واقل دفعه تدفع يبقى كام، 1400، تمام، حسب سعر الجهاز وهكذا. لو انت تشتري كاش هيبقى كام، 4500، هنا 4200،
سعر التقسيط اهي. طبعا برضه بقى ايه ده؟ ازاي ده السعر الفوري بتاعه 3700 والتقسيط 4200، وده السعر 4200 والتقسيط بتاعه 4100، هنا السعر 4500. لا ما تقعدش تكسب كده يعني، ازاي ده 4500 سعر التقسيط بتاعه اقل؟ ملناش دعوه، هو مديك القيمه دي القيمتين دول بس، مالكش دعوه بقى هنا بقى مين ازيد ومين اقل، احنا بنطلب نعمل المعادله اللي هي دي صح، هيطلع لك الناتج صح. عملت المعادله خطا يبقى خطا، مالناش دعوه بقى بالحاجات اللي هو معطيها لك معطيات، المعطيات دي ثابته هو اللي مديهاني انا، ماليش دعوه بقى. فما تجيش في الاختبار تقعد تشغل بالك تقول مين اقل ومين اصغر مين اعلى والكلام ده. قم بتحويل جدول الى صيغ اللي هو ايه اتفقنا، كنترول وذال، او بالكيبورد كنترول وزال اللي هو بيبقى جنب الايه الواحد دي اقف هنا كنترول وزال اهي، تيجي لنا ايه اهي وتقول له طباعة، اللي هو قال لك طباعة ما قالش طباعة خلاص كنترول وزال تاني ارجعه. برجعه ليه؟ عشان اعرف بس اشتغل مع التمرين ما يبقاش كبير قوي. قم بعمل التخطيط التالي مراعيا ايه ما يلي. اولا التخطيط نوع عمودي حلو، عنوان التخطيط عرض اسعار، عنوان المحور نوع الجهاز سعر التقسيط. شايفين هنا هو ما قاليش ان يحتوي التخطيط على عمود السعر والتقسيط فقط لكل جهاز، يبقى السعر والتقسيط لكل جهاز. ادي الاجهزه كنترول كنترول السعر والتقسيط السعر والتقسيط لكل جهاز، يعني هنا ايه عمودين اسم الجهاز وسعر التقسيط. ما ينفعش احدد دول لوحدهم، طب مش هستفيد حاجه اصلا. يعني ايه سوري يعني ايه خلاص يعني ايه يطلع لي تخطيط مكتوب فيه الثلاث ارقام دول؟ طب ماشي بتوع ايه بقى؟ انا مش عرفت فين ايسر فين سوني فين كومباك، لازم يكون التخطيط مفهوم. اقول له ادراج وادي عمودي، يطلع لي ثلاث اعمده، لو الثلاث كلمات دول مش مكتوبين تحت مش هعرف ده مين وده مين وده مين، لازم يكون مفهوم. بقول لك عنوان السين، هو ما بيكتبش عنوان السين وصاد دي يعني، بس عموما يعني بتكتب انت هنا اضافه عنصر المخطط، ادي العناوين محور افقي وراسي ما اسمهاش سين وصاد. وهنا ده اسمه ايه؟ ده نوع الجهاز، نوع الجهاز وهنا نوع جهاز، ده السعر والتقسيط. انتر ان شاء الله بيكتب انجليزي. ماشي نوع جهاز. طيب ان يكون التخطيط في صفحه مستقله، ادي نقل المخطط عشان بس الناس تبقى شايفه، نقل المخطط ورقه جديده موافق. خلصنا الايه الاكسل كده، الاكسل خلص. نفتح الوورد ونعمل الوورد. انا بعمل الوورد كاني واحد زيكم بالظبط طالب بيختبر اذا كان الوورد او الاكسل، ونشوف الوقت هياخد قد ايه. مكتوب هنا ايه؟ قم بعمل التمرين التالي في برنامج الوورد. قم بعمل التمرين التالي في، طبعا هو مش هيكتب لك كده يعني، لو دي جات لك تبقى دي مش تبع التمرين، بس انا هعملها عشان حاجه واحده بس، عشان اقول لك ازاي تعمل الحدود دي. لو جالك نص مثلا هحوليه حدود كده. عايزين هنتفق اتفاق بالرغم، هنقول النقطه دي ان احنا عندنا في التنسيقات جزئين، جزء خاص بالخط وجزء خاص بالفقره. الخط ده بيتعامل مع الحرف او التحديد فقط، يعني انا ممكن اعمل التمرين دهيت الكلمتين دول
تحتيهم خط بس مائل بولد، اقدر اتحكم في كده. لكن الجزء بتاع الفقره ده لا، بيتعامل مع الفقره كلها. يعني ايه فقره؟ يعني السطر او مجموعه كلمات بتنتهي بانتر. انتر اللي هو ايه؟ اللي هو المفتاح الكبير اللي هنا ده. يعني لما نضغط هنا انتهت الفقره، فالفقره عندي تقدر كلها فقره واحده. يعني لو جيت هنا قلت له توسيط، ما ينفعش اعمل كلمه الوورد دي يمين وبقيت الكلام على اليسار، لا، هم كلهم فقره واحده. الترقيم بيبقى ده فقره كلها، تمام؟ نفس الكلام لما اجي اعمل حدود، بعمل حدود من هنا اهو، واقول له كافه الحدود او حدود خارجيه، بس عامل حدود على الفقره كلها، السطر كله مش الحته اللي انا محددها بس، لا، السطر كله هو اتحدد، تمام؟ فين احنا فين؟ خلصنا الاكسل ده، خلاص نقفله. نيجي هنا مكتوب لك هنا رمضان ده وورد ارت، في شهر الرحمه الاول. استنى بس، بص بقى هنا النقطه دي، شايفين؟ طول ما انت عملت تنسيق في البدايه هيبدا يتنسخ معاك في مع كله. عشان كده كنت بقول لك دايما تنسيقاتك تبقى في النهايه ما تخلص. يعني ابدا اكتب هنا كده، اسيب فراغ لكلمه رمضان واكتب هنا شهر الرحمه والغفران، الرحمه والغفران. طيب يا استاذ ليه ما عملناش دي مثلا؟ يعني عملهاش ليه وورد ارت؟ الاولا لان هي مش وورد ارت، هي عادي مكتوب معمول لها توسيط كده في الوسط وخلاص. اما ليه شكلها مختلف ليه؟ عشان هو النمط بتاعها مختلف مش اكتر. ادي النمط، نمط الكتابه بتاعها بيبقى موجود هنا اهو. ننزل النموذج على اليمين كده، ما تنظرش ليه؟ ما تقعدش تدور واحده واحده. اهو على اليمين اهيت الحاجات اللي شبهها. التطبيق بيبقى على اليمين اهو بيبقى شكل. تقف عليها كده ويجيب لك الشكل. فاحنا مش بندور في كل دول، بندور في الحاجات اللي جنبها ابجد هوس بس. مثلا اهو، لا مش هو، لا مش هو، يعني هو ده شبهه بس مش هو، برضه شبهه بس مش هو. طب انا احفظه يا استاذ؟ مش لازم تحفظه، لا زي ما بقول لك كده. طب انا دورت عليه خد مني وقت، خدش مني وقت اكتر من دقيقه، عشان كده قلت لك خلي الورد في الاخر اهو. طلع هو هو بالظبط، بدور عادي بس الدور فين؟ في اللي جنبيه ابجد هوز، ده اللي بيخليك ما تاخدش وقت طويل. احنا مش بندور في كله، حاجات بس اللي كده. رمضان ادرار وادر وورد ارت اهو، واختار مثلا المفرغ ده واكتب رمضان. الصورة اللي على اليسار دهيت ادراج، طبعا صورة عبر الانترنت. ودام رمضان مش هنحط صورة البيت ده، هنحط ايه؟ صورة الحرم او الكعبة. وأول حاجة بنعملها وما ندرج الصورة زي اسمنا، نضغط على الرمز ده ونقول له مربع. ما ينفعش نشتغل لما نعمل دي، عشان ما يبقاش عندنا مشكلة كبيرة جدا في تحريك الصورة وحجمها والكلام ده. وحرك الصورة واجيبها هنا جنب كلمة رمضان.
حاجة كده مش تفرق. هنا بقى نيجي طبعا على اليمين ونكتب يمنع في نهار رمضان شايفين الكلام اللي انا بقوله اهو. انا حبيت اعمل لكم تنسيق في البدايه عشان تشوفوا بيحصل بيعمل معانا مشاكل ايه، عشان كده بقول لك دايما التنسيقات خليها في البدايه، اكتب النص كله بعد كده نشوف. ده الاكل الشرب الشهوات. كل حاجة نكتبها نقعد نغير في تنسيقها كده. نفس الكلام، الكلام دوت متغير النص بتاعه الشكل بتاعه تقريبا. ده مدير شرب ده تراديشنال طبعا، خلي بالك في الاختيار مش بيجي كده. يعني في الاختيار مش بقعد اغير في النمط كتير كده، لا هو بيعمل نمط واحد وخلاص. طيب الثلاثة دول معمول لهم ايه؟ تعداد نقطي. انا مش عايز ده يا استاذ، ده انا عايز ايه؟ الخطأ دي ايه. طبعا دي ليه كده؟ عشان احنا مكبرين. ودول عايزين نكبرهم سوا عشان يوضحوا. بس كلمة الصوم هيبقى كلمة الصوم دي بقى ما ينفعش اقعد اعمل هنا الاكل مسافة كده واكتب الصوم. مفيش حاجة اسمها كده نهائي، مفيش حاجة اسمها مسافة. دي المسافة دي اخرها مسافة ما بين كلمة والاخرى بس، مش حاجة غير كده. ما ينفعش نعمل كده، دي ادراج مربع نص. تمام، نعمل بس الكلمة اللي تحت دي نكتبها في رمضان. رمضان تصفد الشياطين، ونعملها محاذاة لليسار. النقط بتاعها نكبرها، نشيل الغامق ده بس. طيب الكلمة اللي على اليسار دي قلنا وورد ارض، اسمه ايه ده؟ مربع نص ادراج مربع نص اهو، اسمه مربع نص. مش احنا محددين بس مربع نص نرسمه احنا هنا. ايه في مربع نص بقى؟ الصوم. تمام، وبعدها فاستين بس كلمة الصوم دهيت. هنا في رمز، طب الرمز هنجيبه منين؟ إدراج رمز. واتفقنا الرموز عندنا خيارين، يا إما رموز إسلامية أو غير إسلامية. الغير إسلامية قلنا اللي هي الإيه، وينج دينج اللي تحت دي، تلاقي فيها معظم الرموز اللي بتجيلك في الاختبار. فين؟ وينج دينج. أما الإسلامية في أرب أهي، أرب سكيو. معظم الرموز اللي بتبقى عندنا أهي إدراج. غلط ماشي بالعكس اهي. معظم الرموز الاسلاميه هتلاقيها زي ما قلت لك في عرب سكيو ده. طيب الجزء اللي في الاسفل ده ادراج سمارت ارت، وادي هيكلي. يطلع دايما الهيكل بيجي كده ثلاثة تحت وواحد فوق في الوسط، احذف ده اقف عليه كده
وادي دلوقتي المفاتيح بتاعتك ديليت بس، واشتري فضول حوالين نفسك، ونكتب بقى النص بتاعنا هنا من فضائل شهر رمضان الكريم. نيجي هنا نكتب القرآن الكريم، إقامة عبادة الصيام، وهنا عبادة صدقة الفطر. طب طلع كبير يا أستاذ، عادي صغره عادي، عايز أتحكم فيه وأحركه زيه زي الصورة أهي مربع، في الحالة دي تحركه بسهولة في المكان اللي انت عايزه. طيب احنا عندنا هنا كده تمرين الوورد، ناقصه بس حاجة واحدة بس، ايه هي؟ الصورة دي او الشكل ده، وحاجة تانية اقول لكم عليها، ادراج صورة عبر الانترنت. نعمل مثلا علامة المنع مثلا، دي واحدة فاضية مفيش، معلش ده بالظبط، خد ماشي دي مبلاش، صغرها. هنا بقى هنحتاج نغيرها دي، خليها بس نشوف يعني مربع. طيب وبعد كده نشوف مربع، واحطها ايه ده يا استاذ؟ طب ما دي مش تيجي ورا ولا قدام، عادي تيجي زي ما انت واقف هنا كده، اضغط هنا وما تقولوش بقى، هتقول له حاجه هنا اسمها ايه؟ ادي هنا عبر، امام النص، خلف النص، بقت خلف النص. تمام؟ طيب النص هي عشان سودا فمش مبين النص، نحاول نغير حاجه فيها. مثلا فتبقى شبهها شوية. المربع النص ده يا استاذ انت عملته يا استاذ، وهو اصلا في التمرين مفيش مربع هنا، مفيش في حدود كده ظهر، نعمل ايه؟ ادي المربع اهو اللي احنا واقفين عليه، دي على تنسيق ادوات الرسم يعني، تنسيق مخطط تفصيلي للشكل، وتقول له بلا. يبقى انا الموضوع ده بيخليني اعمل مربع نص في اي مكان في الصفحه، في اي موضع في الصفحه زي ما انا عايز، وما اخليش الحدود بتاعته تظهر فما يبانش ان هو مربع نص. ادي بقى حركه عادي، اجيبه بقى هنا قدام كلمه الاكل، قدام اي مكان انا عايزه. تمام؟ الشكل اللي تحت ده مش عاجبني يا استاذ، او مش الشكل اللي نزل في الشكل اهو، ادي ادوات، ادي التصميم، الاشكال بتاعته كلها اهي، او ممكن تعدل عليها. طبعا هو نفس هيحافظ على الكلام بس هيغير الايه التنسيق، لو انت غيرته في دول يعني، ان كلهم من نفس النوع نفس الشكل اللي هو الهيكل يعني، لكن دول مثلا هيغير الالوان، هيغير التنسيقات اللي زي كده. شايفين؟ عادي مفيش اي مشاكل عندي. يبقى كده خلصنا الوورد والاكسل. الوورد والاكسل خدناهم في قد ايه؟ كلهم تقريبا في 33 كام؟ 34 دقيقة، 35 دقيقة حاجة زي كده، أو أقل كمان تقريبا. ليه؟ لأن إحنا بنشتغل الوورد، إحنا قلنا سهل وصغير، لكن خد مننا وقت كبير، خلي بالك، خد مننا أكتر من الاكسل. عشان في بس حوار التفاصيل الصغيرة دي. خلي بالكم جدا في الاختبار من التفاصيل دي. الوورد حتى لو النص فيه صغير ما تخلعش فيه. الانفونت والنمط والرموز والكلام ده بياخد وقت، فخليه دايما هو اللي بعد الاكسل، الاكسل اول شيء لو انت كويس في الاكسل.
تمام. واحنا كده ان شاء الله خلاص شرحنا وورد واكس الجداد وكلهم خلصناهم في اقل من ال40 دقيقه بتوعنا. تمام، اشوفكم على خير ان شاء الله يوم الاحد باذن الله. هتخشوا ناخد الغياب عادي، وبعد كده تروحوا تشتغلوا سرعه الطباعه وتقولوا لي، وتتابعوا معايا على الواتساب وتقولوا له انا جبت كام سرعه الطباعه، وحولوا احد وثلاثاء وخميس 3 ايام دول تشتغلوا فيهم سرعه الطباعه. يعني لو انت خصصت بس ساعه في كل يوم من الاحد او ساعه في الاحد وثلاثاء، ساعه هنا وساعه هنا، هتلاقي نفسك سرعتك بدات تزيد وبدات تتحسن عن كده ان شاء الله. ربنا يشرف. تمام يا شباب كده، محمد واحمد العسيري و ثانيه واحده اخذ الغير. كان في مجد قبل شويه موجود، ومجد كمان موجود. اي كان النت قطع عنده ولا شيء لا سمح الله. متابع انا، ما تقلقوش. ادي مجد محمد العجري. لحد نفس الوقت سام ضحم الحسين. نعم، ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك العافية. شكرا لك استاذ محمد. اسمي موجود انا متواجد عندك ولا كان موجود؟ سعد القحطاني. اي نعم، في التحضير عندك سعد القحطاني. كويس. سعد سعيد أنا... حسن المعدي القحطاني. ايوه أي موجود. ايوه عندي. شكرا، لان قبل فتره كنت انا غايب عرفت، واعطيتهم عذر رسمي انا. طيب خلاص، انا كده كده ان شاء الله كل واحد حضر المحاضره يبعت لي بس ان هو حضر على الواتساب، وانا هبعت له لينك المحاضره على اليوتيوب، برفعها على اليوتيوب بعد ما اخلص. الحين ارسل لك. ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لك.